السلام عليكم الخوت هاني، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو غيكون عباره على اش كندير في الويكاند ديالي. يعني كما كتشوفوا ما كاين لا قهاوي لا حتى حاجه، كلشي ساد، كلشي ساد على راسو. كندير شي حوايج اللي تخص الدار ديالك، يعني تماره، يعني واخا الويكاند كضرب تماره. كيخليكم معنا وتشوفونا، يعني نكملوا معنا نص النهار الاخر في الويكاند ونشوفوا اش كنديروا، وتمتعوا معنا. ولا عجبكم الفيديو شير اوكي، اند ديروا لايك اخوت، عاونا بالبارطاج. مشيو نقطعوا الغازو، يلا نقطعوا الغازو ومن بعد الغازو غنمشيو بلاصه اخرى. خليكم عندما خوت نوريكم قبل ما نقطعو، يعني كي كيكون فهمتيني، غنوريكم النتيجه من بعد ما نقطع. يعني واحد هو اللي تهلا في الجريده، يعني كتكون عندك جريده خاص يعني الديكور يكون زوين، حتى من برا تكون اي واحد داز من قدام الدار ديالك يتبان لي الغازو مقطع ومقاد. شنو اخوت غنوريكم ملي غنقطع نوريكم النتيجه. وهذه الجريده ديال الوالده، راه زارعه فيها داكشي اللي خصو يتزرع في المغرب. النعناع ضروري، النعناع والمطيشة ودوك اللعيبات، الربيع كلشي الحمد لله. يلا خوت خليكم معنا، يسالي ان شاء الله نوريكم ملي كيتقطع كيزيان، كيلو بحال ديال كيلو بحال ديال التيران. يلا تبارك الله عليكم.
كما كتشوفوا الخوت سالينا الباكيار يعني اللور ديال الدار دابا غادي نحاولوا ندير قدام عرفت وكي مزيان من بعد هذا التمارين غنمشيو نديروا حاجه اخرى ان شاء الله يلا خليكم معنا نقطعوا الغازي وخدام الدار ونمشيو نكملوا النهار ديالنا ما تشوفين اوكي الخوت حنا سالينا تمن يعني قدام ديال الدار هذاك الشيء ولا كيبان زوين لكم شفتو يعني واحد يتهلا في الدار ديالو الجيران ديالي مهلين تبارك الله عندهم الورد عندهم بزاف الحوايج انا غادي بشويه بشويه حتى الطرقه ديال الديان يلا خوت خليكم معنا ما تشوفين الخوت رجعنا النهار باقي ما سالاش من بعد ما قطعنا الغازو وانتكنا على الدويره دابا جينا انتكو على الحاله ديالنا جينا نتريني وجينا نديرو في حالتنا شويه جينا لاصال خليكم معايا ها لاصال ها هو غندخلو ليه جميع نتريني واحد شويه ونمشيو في حالنا باش نكملو السيمانه ديالنا ونبداو سيمانه جديده ان شاء الله يلا خوت خليكم معنا الى التمارين خوت حنا درينا وسالينا حنا فارقين قاعد الدوش يلا ما صورتش كلشي في لاصال حيت ممنوع نصور في لاصال فيما كنلقى فرصه كنصور نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ما تنساوش تدعموا خوكم سبسكرايب ومع الاصدقاء ديالكم شيروا الفيديو وزعوا مع الاصدقاء ديالكم وتعليق زوينه تبارك الله عليكم لوف اند بيس الى فيديو اخر ان شاء الله ولا فلوق اخر ان شاء الله ونتلاقاو تهلاو في راسكم كما كنقول لكم بكم غنطلعوا اوكي ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم تهلاو